وعن أهداف الخطة المغربية الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي في المملكة لسنوات السبع المقبلة، قال خبير المياه الدولية ضياء القوسي إن هذه الخطة تغطي احتياجات كافة شرائح المجتمع إلى جانب القطاع الفلاحي والصناعي. هذه الخطة تهدف إلى توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي إلى كافة أنحاء المغرب بحلول عام 2027. بتهدف الخطة أيضا إلى إعادة استخدام المياه المعالجة، تدوير المياه وتدويرها واستخدامها في ري المساحات الخضراء تصلح للزراعة، وفي نص المغرب بلد سياحي، ففي نص صريح وواضح على 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 ري 20 ملعب من ملاعب الجولف بهذه المياه المعالجة. تمام. وهناك أيضا خطة للتحلية، لأن وخصوصا تحلية مياه البحر، تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة. صحيح. احنا نعرف إن 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 حزام الطاقة الشمسية بيبدأ بالمغرب، وأظن أن 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 هناك مشروعات ضخمة لاستغلال الطاقة الشمسية في هذه الأيام. إذن لو أمكن تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة باستخدام الطاقة الشمسية ستكون لذلك جدوى اقتصادية جيدة. أنا شايف أن المشروع الحقيقة لمس كل هذه البنود. تمام. تنمية الموارد المائية، إعادة استخدام المياه، التكيف مع التغيرات المناخية التي يمكن أن تحدث، ونقص الهطول المطري وضعف التوزيع المطري في كافة أنحاء البلاد. المشروع بيحاول أن يغطي هذه المناطق، هو مشروع طموح جدا.